لأحد اليوم أن يمنع المتظاهرين من الخروج. ما يجري من اعتقال الآن يجري في محافظة البصرة وفي محافظة الديوانية وغيرها من اعتقال للمتظاهرين الذين يطالبون إما بالخدمات وعلى رأسها الكهرباء، وإما بالأمن والاستقرار كما يحصل في الديوانية. نجد اعتقال من قبل القوات العراقية أو ما تسمى في البصرة بسوات أو ما تسمى بالفرقة القذرة في محافظة الديوانية. هذا هو جريمة بحق العراقيين، فلا يعتقد اليوم من يحكم العراق أنه بعيد عن المحاكمة والمساءلة إن أطاحت به تظاهرات الشعب العراقي. تظاهرات الشعب العراقي مشروعة، لأن هناك فشل وهناك فساد وهناك خلل وهناك إخفاق. لا يأتي اليوم أحد يقول والله الوضع الأمني والوضع السياسي والأزمة السياسية هي السبب. لا، الفساد والفشل هو السبب الحقيقي وراء عدم تقديم الخدمات للمواطنين.